معانا مجموعه من الصور حابين نوريها لحضرتك. كل صوره حضرتك تقول موقف بينك وبين الشخص ده او تقول حاجه عنه عايز توجه له رساله. صور جاهزه يا شباب؟ لو جاهزه معانا اول صوره مع حضرتك على الشاشه اللي ورايا يا ابو الكباتن. كابرال طبعا من الناس اللي انا بحبها جدا، مدرب عالي جدا تكتيكيا، مع ان تمريناته كانت بسيطه لكن وصلنا ان احنا ناخد 7 بطولات في سنه. صحيح. فاعتقد ان هو وكرول من احسن المدربين الى قلبي يعني الاجانب. مدرب كبير جدا. طبعا معانا صوره كمان نشوف معانا عندليب. ده عشه العمر عندليب الجميل. عبد الحليم طبعا اول ما جه برضه استقبلته انا، كان حسام عبد المنعم كان في مع المنتخب في المكسيك، فاتصل بيه وقال لي ان احنا جاي لك لاعب اسمه عبد الحليم علي، يا ريت تحط يبقى قاعد معاك في الاوضه. ومن ساعتها عبد الحليم برضو من نفس الشله بتاعتنا، ان هو ناس ملتزمه اللي بتنام جدع بدري. جدا وبيصلي ومحترم. جميل، هو جميل الانسان، الواحد يحب يتكلم معاه كده. طبعا طبعا. معانا صوره كمان نشوف مين معانا يا شباب. تامر عبد الحميد طبعا دونجا الجميل. لعيب كبير جدا، لعيب من المنصوره، محترم جدا، جه ادى لنادي الزمالك كتير. راجل سبب من الاسباب كبيره جدا في بطوله افريقيا. زملكاوي؟ لا جدا دي يعني كفايه. بص انا زملكاوي. بص ما فيش حد لعيبه من الجيل بتاعنا من الزملكاوي بامانه يعني. صحيح. معانا صوره كمان نشوف مين معانا يا شباب. لا ده الروح. ده بص ده حاجه مهما اقول حاجه محترمه جدا، بيحب نادي الزمالك جدا، كان بيحب اللعيبه جدا، وخلي بالك ده من اسباب نجاحنا. صحيح. احمد رمزي من اسباب نجاحنا. كان بيتكلم على لعيبه كتير وبيجمع لعيبه كتير جدا جدا. واخر يعلي روحهم ويجيبوا ثقه في نفسهم. اخر فرصه دوري 2002 الوحيد اللي كان يقول للعيبه هناخد الدوري. ليه في الاحتفال بالدوري كان ليه كلمه شهيره جدا وبيقول قلت لكم هناخد. ده مشهوره جدا الكلمه. والله هو الوحيد اللي كان يلف على الاوض بتاعتنا ويتكلم معانا ويتكلم هناخد الدوري، بس نوصل للمباراه الاخيره بتاعت الاسماعيلي. فاهمني؟ لا شخصيه محترمه جدا. وخلي بالك اللي بيحب نادي الزمالك مش مستني عليه. لا مش مستني ان هو يتلمع اعلاميا. صحيح. هو بيحب نادي الزمالك من جوه. صحيح. وده من الشخصيات المحترمه جدا.